السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك وصيام وقيام مقبولين بإذن الله. مشاهدينا حلقة جديدة نحييكم من خلالها ومع الكثير من الفقرات اللي تسلط الضوء على الفعاليات اللي تشهدها الدوحة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونتابع معاكم مشاهدينا تغطياتنا للفعاليات المختلفة التي تنظم وتنظمها مختلف الجهات، إضافة إلى فقرات خاصة نناقش فيها كل ما يهمكم كالعادات السيئة التي يجب تفاديها في شهر الفضيل، والتي سنناقشها أيضا مع ضيفنا محمد العنزي، مرشد نفسي ومدرب التنمية البشرية. وأهمية الرياضة في رمضان بنناقشها مع أخصائي علم وظائف الأعضاء السيد محمد أو فؤاد المضاحكة، بالإضافة إلى فقرتنا الثابتة مع نصائح صحية تقدمها الطفلة نجود والمنافسة اللي بدأت تكبر بمشاركيها. أريد بالشراكة مع قناة الريان، أهلا بكم جميعا. دائما ما تكون حلقة إذن مليئة بالأشياء الإيجابية، ونتكلم أيضا عن بعض الممارسات السلبية التي تمارس في المجتمع. نعم. بشكل عام، ونحاول نوجه نحاول من خلال برنامجنا نساهم في تصليح بعض المفاهيم الخاطئة لدى الناس بشكل عام بإذن الله. إن شاء الله نتمنى إن شاء الله أن يظهروا مشاهدينا الكرام بأكبر فائدة ممكنة من خلال هذه الحلقة بإذن الله. مشاهدينا الكرام، واحدة من الفعاليات الرمضانية التي حضرتها كاميرا رمضان مبارك هي تلك التي أقيمت في جريدة الشرق في الخيمة الرمضانية للجريدة، والمتمثلة في الندوات اليومية التي تتناول مختلف المواضيع التي تشغل المواطن القطري. وندوة أمس ركزت على ملف الصحة بمختلف أوجهها، من خلال خدمات وتأمين صحي إلى مشاريع مستقبلية. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. مرحبا بكم في البداية في خيمة الشرق الرمضانية. حقيقة يعني هذا عرف بدأناه خلال السنتين الماضيتين واستمرينا فيه، ووجدنا أن هناك نجاح كبير في التواصل ما بين المسؤولين بالدولة، ما بين احنا كسلطة رابعة في الصحافة، وما بين الجمهور الذي يأتي يوميا بعد صلاة العشاء ليشاركنا في طرح الأسئلة والاستماع إلى المحاور التي نطرحها على المسؤولين. بالنسبة لندوة اليوم هي تتناول الملف الصحي. الملف الصحي يعني استضفنا فيه دكتور من مستشفى حمد، واستضفنا فيه أيضا مدير إدارة الشؤون الإعلامية. طرحنا عليهم كثير من الأسئلة، والأسئلة التي يعني تدار بالشارع، منها بقضية المستشفيات، قضية المراجع، قضية العلاج بالخارج كما ذكرت لك، ما هي الخطط المستقبلية بالنسبة للمستشفيات وتوسيعها، بالنسبة للعلاج للخارج، الضوابط، ظروف القوانين الجديدة التي خرجت، وعن الرؤية الجديدة، خاصة أن التشكيل الوزاري كان تقريبا من أسبوعين، فكنا حابين نسمع أيضا إذا كانت هناك استراتيجية جديدة متبعينها. خصوص التأمين الصحي مثل ما ذكرت، أول مرحلة حيكون على النساء القطريات أو الأخوات القطريات من عمر 12 فما فوق في أمراض نساء ولادة. الربع الأول من السنة القادمة إن شاء الله حيتم التطبيق على المواطنين كذلك بالكامل، الرجال والأطفال، وحيكون بداية توسعة عدد الخدمات وتوسعة نطاق الخدمة المقدمين الخدمات. من ثم على مدى سنة نص لتليها، يعني خلال السنتين نقول من المرحلة الحين من بدايتها من يوم الأربعاء القادم إلى مدة سنتين، حنغطي جميع المواطنين بجميع الخدمات. الملف الصحي هو يعني شاغل المواطن في دولة قطر، فالكثير من الأسئلة والكثير من المحاور التي يعني طرحت واستمعنا فيها إلى آراء أخرى، اتفقنا معها واختلفنا معها، بس هو حوار صحي طبعا نتمنى أن يستمر، وهذا هدفنا.
إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى موضوع حلقتنا لنطرحها للنقاش. البعض من الصائمين في شهر رمضان المبارك اعتادوا على بعض العادات السلبية التي تتنافى مع أخلاقيات الشهر الفضيل، كالغضب والسهر أيضا في بعض الأوقات وغيرها من العادات أيضا. ومع ضيفنا في رمضان المبارك مرشد نفسي ومدرب التنمية البشرية الأستاذ محمد العنزي، بنتعرف على طرق التخلص من هذه العادات. مرحبا ومسهلا بك، مبارك عليك الشهر، حياك الله معنا. بغيت أقول لك ترحيب، حياك الله معنا في رمضان المبارك. تعودنا ترحيب. الله يبارك فيك ويجعلنا إن شاء الله متقبلين في هذا الشهر الجميل، شهر مبارك، والمستمعين الأعزاء إن شاء الله. أخوي محمد، يعني في البداية نتحدث عن العادات السلبية أو العادات السيئة التي تمارس في شهر رمضان، يا ليت لو نحط لها تعريف معين لهم للعادات السلبية. ما هي العادة السلبية في شهر رمضان؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بداية العادات، الإنسان محتاج يعتاد الشيء. الإنسان بطبيعته لم يعتاد فيصعب عليه هذا الشيء. مثلا لم يعتد صاحب المهنة على مهنته فهو لن يكون متقن لهذه المهنة. فالاعتياد بحد ذاته والعادة هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. يجري الإنسان أول شيء يتعلم العادة حيث لم يكن فيه وعي ولا يكن فيه مهارة، ثم بعد ذلك يجريها، ثم لا تحتاج منه لا جهد ولا تحتاج مهارة ولا تفكير، فيجريها بدون ما. فالعادة نعمة من الله سبحانه وتعالى. ويقول لك الإنسان الحمد لله أن مخك مش إبداعي 100%. لماذا؟ لأن لو كان المخ إبداعي 100% كان كل شيء تبي تسويه تنسى قبل، يعني يطلع لك أفكار جديدة. سبحان الله. فجزء من الناس فقط إبداعيون والباقي ليسوا إبداعيين، هم تقليديين عاديين. نعم. طيب الآن العادات، فالعادة موجودة، التطبع موجود، فالإنسان يختار تطبع على ماذا؟ عادات سلبية والعادات إيجابية، هو من يختار. في رمضان المبارك هناك عادات قد تكون هذه العادات لها امتداد من قبل رمضان أصلا، ولكن هذه العادات استمرت وربما زادت في رمضان الكريم. ولذلك رمضان، أنا قاعد أقول للإخوان أمس، أقولهم أنه في جلسة، أقولهم أن رمضان ما فيه دور ثاني ولا فيه نص نص، يا فائز يا مو فائز، يا خسران يعني يا فائز، نعم يا مستفيد من 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 الـ 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 من الشهر الموجودة، من النفحات المبارك الموجودة، من تنمية الشخصية وقيادة الشخصية وقيادة النفس، أو غير مستفيد. العادات هذه، العادات هذه، نعم. تعريف العادات. وأعتقد أن رمضان فرصة جميلة جدا كما نشير إن شاء الله لتعديل هذه العادات والسلوكيات. نعم. يمكن بعض العادات، خلنا لو بنتكلم عن البعض من هذه العادات السيئة، اللي هي طبعا الغضب، ويمكن في رمضان شوي يزيد، بالذات لما يكون مثلا الواحد يدخن وما دخن طول اليوم، وأحيانا الناس اللي يكون معهم ضاغط، وأحيانا يعني والبعض منهم ما أكل ولا ما تقهوى ومتنرفز، فكيف الإنسان ممكن يتحكم في نفسه أو يتخلص من الغضب في رمضان؟ نعم. بالذات أنه شهر رحمة وشهر يعني مودة. نعم، شهر مبارك وشهر الرحمة وشهر المسامحة وشهر السلوك الطيب بحد ذاته، لأن هو ينميك، هو يعلمك على أن الغضب إذا كان موجود فيك كطبع كصفة، نعم. تستطيع أنك تعالجه من خلال أن تحفظ جوارحك، كما تحفظ ابن الجوزي أحد الأئمة المسلمين المعروفين، يقول أن الصوم ليس صوم الجوارح فقط، إنما هناك ثلاث أنواع من الصوم، هناك صوم الروح، هناك صوم العقل وهي مخالفة الهوى، وهناك صوم الجوارح اللي هو الأكل والامتناع عن المفطرات. طيب الآن خلونا نأخذ مثلا كصفة تفضلت بعض العادات أو بعض السلوكيات اللي تمارس في رمضان. الآن الغضب مصدره طبيعي، الإنسان سبحان الله إذا ما أكل يحدث فيه نوع من الضمور في الأعصاب، فيقل الضخ في الدم وفي الأعصاب، فتلقائيا عضويا يكون عنده نوع من الانفعال الزائد عن حده شوي، ما قاعد يساعده شيء في 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 مواجهه الاحداث اللي يواجهها في حياته. ولكن الغضب، ان انت تقدس هذا الشهر الكريم كما انك تقدس كل الامور التي تريد ان تطمح اليها، مثلا واحد يقدس العلم فيكون عالم، يكون يخلص يكمل الدراسات العليا، ينجح يتفوق، يا اخي يقدس حتى يعظم الله سبحانه وتعالى. سبحان. يعني حتى العلماء تكلموا عن مسألة التقديس وتعظيم الله سبحانه وتعالى، قال قبل العبادة لابد أن تعظم الله. يعني أنت، حنا مثل يقول لك اللي ما يعرفك ما يثمنك، ما يثمنك. طيب شنو معنى تقدير وتعظيم ومعرفة الله؟ تتعرف إلى الله بأسمائه وصفاته فقط. تتعرف مثلا على آية قرآنية، يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له. يعني تجلس الشيخ تفكر شنو هذا الآية، الناس ما يستطيعون، اللي يدعون من دون الله ما يستطيعون، تعظم الله، تعرف أن الله يعلم يسمع يبصر.
فتعظم. أنا أقول أن في رمضان أيضا تحتاج، لأنها أحد شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب نرجع للموضوع، موضوع الغضب في رمضان، وهو إحدى العادات السيئة التي ربما تكون موجودة عند البعض من قبل رمضان أو حتى بفعل ما ذكرت. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فلربما يكون مسألة مسك النفس، ضبط النفس أيضا يستطيع أن ينميها الإنسان في نفسه، صح ولا لا؟ يا سلام، شوف أبو الوليد قلت كلمة حلوة، قلت يستطيع أن ينميها في نفسه. تديش يقولون العلماء، علماء النفس وعلماء السلوك، يقول الشخصية تنميتها هي ما يكون الفرد فيها خاليا مع نفسه. يستطيع الإنسان يعالج فيه بعض الأمور مثل الغضب عندما يكون خاليا في نفسه. ورمضان لا تلاحظ ترى فيه أوقات فراغ كثيرة، وهذه مثل ما اعتبرنا الغضب عادة ليست بطيبة في رمضان، أيضا نعتبر عدم استغلال أوقات عادة مش طيبة في رمضان. ولذلك رمضان فرصة. أنا يوم الأيام على سبيل المزاح، ولكن نجح هذا السبيل الطريقة، قلت الواحد لا تعالج الغضب، يعني أنت قاعد مع نفسك وشوف يعني إيش يعني عاقبة الغضب. فحط كرتين، كرت أصفر وكرت أحمر في الموتر ومشى. هو كان يغضب أكثر شيء في الطرقات، تدري بعض الناس يضايقك يعطيك يهرن على الفاضي كذا فتضايق، فيقول سوى، يقول بدال ما أفتح وأقول له ليش وأنت ما تفهم كذا، يقول أعطاه كرت، وفعلا أعطاه واحد كرت، يقول من كثر أعطاني كرت، يقول كثر ما هو متفاعل مع الموضوع ضحك، يقول ودعم رصيف. قلت له خلاص أنت خدت حقك الحين. فأحيانا الإنسان بس يرجع إلى نفسه ويعرف شنو عاقبة الغضب. ثم فيه يعني علاج سلوكي جدا نافع مع الغضب، أن ترى صفتك الموجودة فيك في الآخرين. يعني ترى إنسان غاضب، شوف كيف يكون شكله، كيف تحمل أوداجه، كيف يكون تعامله مع الناس، كيف نظرة الناس له. أنا أقول حتى اللي أعطاه كرت، أنا أتوقع أنه أيضا حتى لو كان زعلان هو نفسه اللي خذ الكرت الأصفر أو الأحمر. أتوقع أنه راح يرضى طبعا. أنا متأكد أنه راح يرضى. ردة فعل مش متوقع أبدا. كرت الأحمر دخل الرصيف. أنا أعطيك الكرت الأحمر ترى حاسب، ها؟ فكان جدا قلت له والله شوف أهم شيء تعالى. أنا أعتقد عقب هالسالفة إنكم نص مشاهدي قناة الريان اليوم بيروحون يشترون كروت حمراء يخلون عندهم في السيارة. طيب الحديث عن طبعا موضوع آخر هو موضوع السهر، ولربما أغلبنا، وأنا صراحة من الناس اللي عادة ما يعني يستغرقون نوعا ما في السهر، وهي ربما يعتبرها البعض عادة سيئة في غير رمضان. هل أيضا تعتبر السهر مسألة أيضا سلبية في رمضان؟ لا، أشوف السهر حقيقة تخضع لبعض الأمور. أنا لما أقول لك اسهر، أنا قد أقول لك اسهر لطلب العلم وطلب المعالي وقيام الليل، كون أن رمضان لياليه أفضل من أيامه، على عكس الأيام العشر ذي الحجة النهار أفضل من الليالي، فهذه الليالي أفضل مباركات. فأنا لازم أشوف حالتك، يمكن أنت النوم يعني عدم النوم فيك يسوي فيه اختلال، وعندنا ساعة بيولوجية يأثر الإنسان على الغدد أحيانا السهر الزايد. يعني بعض الناس يقول لك السهر ما يؤدي إلا مثلا إلى اسوداد بعض الجهات في الوجه، مثلا تغير في بعض الأمزجة وكذا، لكن لا، ننظر أبعد، نتكلم عن فريق طبي يتناول السهر وكذا. فبداية نقول أنه لازم تأخذ يعني قم الليل إلا قليلا، حتى ربك سبحانه وتعالى يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لازم يكون فيه منام في الليل، لازم الليل هذا السبات لازم يكون فيه منام، لكن لابد أن توازن. مو صحيح أنك تسهر ثم تذهب إلى العمل ثم لا تقدم في عمل قد يكون عمل حساس، وأنت لم تأخذ كفايتك من النوم، كما إنسان لم يأخذ كفايته من الأكل تكلمنا يغضب. فأيضا إذا لم يأخذ كفايته من النوم يمكن يسيء تعامله في العمل، ويمكن مع أبناء الموجودين. فكل واحد أدرى بنفسه. بعض الناس يعرف كم ينام وكذا، وأنا أنصح يعني من ناحية نفسية أنصح أنه يكون هناك السهر لا بأس به، إن لم يكن على حساب شنو؟ على حساب أمور أخرى، على حساب نفسيتك مزاجك، على حساب أعمالك الأخرى وتركيزك. سيد محمد العنزي مدرب التنمية البشرية، بيض الله وجهك، ونشكرك حضورك معنا في رمضان مبارك، ونتمنى إن شاء الله بأن احنا نلتقي بإذن الله إن شاء الله في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام، استمعنا لنصائح السيد محمد العنزي، نتمنى من الكل أن يكون استفاد، وخالد أتمنى أن يكون أنا صراحة أول من استفدت، وأنا متأكد أن احنا راح نأخذ كروت صفر وحمر لنتجنب الغضب. أتمنى من الكل بأن لا يجعل الغضب طبعا نصب عينيه، بالعكس دائما التسامح وكسب الأجر في رمضان بالذات لما يكون الإنسان صائم. فاصل مشاهدينا الكرام، نتوقف عنده وبعده منافسة أريدوا مع صباح الكوري.
حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في رمضان مبارك. ننتقل الآن إلى مركز أريدو في اللؤلؤة لنقل آخر أجواء المنافسة التي أطلقتها شركة أريدو بالتعاون مع قناة الريان لطرح أفكار مبتكرة للمبادرات المجتمعية. الزميل صباح الكواري الموجود هناك راح يستضيف أحد المشتركين في المنافسة وبنعرف منه أكثر على تفاصيل ومضمون المبادرة، أو أحد المشاركين راح يعرفنا أكثر على هذه المشاركة. صباح الكواري، عندك الكلمة. مسي عليكم بالخير ومسي على جميع من يشاهد قناة الريان الفضائية. طبعا نفس ما عودناكم احنا متواجدين معاكم في مركز أريدو في اللؤلؤة. طبعا احنا امس كنا عندكم في الاستديو وتكلمنا اكثر عن هذه المنافسة اللي قائمة بالشراكة بين شركة أريدو وايضا بالتعاون مع قناة الريان الفضائية، وقلنا لكم ان اليوم راح يكون معنا احد المشتركين ان شاء الله في المنافسة، وهو ان شاء الله سعود الكواري. طبعا نفس ما تعرفون اليوم انتهى التقديم لهذه المنافسة، ورح نبدأ بعرض المشاريع والأفكار ابتداء من اليوم واستمرارا في الأيام القادمة. الآن مشاهدينا بنروح معاكم في تقرير يتكلم لنا عن سعود الكواري، بنرجع نستضيفه عندنا في مركز أريدو في اللؤلؤة. انتظرونا. اسمي سعود الكواري، عمري 27 سنة، طالب جامعي، أريدو، طبيب الشذر القطري. متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام، ونفس ما شفتوا هذا سعود الكواري اللي شاهدتوه معنا في تقرير. الآن سعود أنت متواجد معنا في مركز أريدو، نرحب فيك في قناة الريان، نرحب فيك في مركز أريدو، وأيضا ودنا تكلمنا بشكل عام عن منافسة أريدو، لكن قبل ما ندخل في التفاصيل ودنا تعرفنا أكثر عن سعود الكواري. أول شيء مسيك بالخير وشكرا لاستضافتكم عبر قناة الريان ومسابقة أريدو، وأنا لي شرف إني أكون متواجد معكم كمشارك في المسابقة، وإن شاء الله راح نحقق الحلم ونطور إن شاء الله المجال هذا. بالنسبة لي أعرف عن نفسي، أنا سعود جاسم الكواري، أدرس حاليا إدارة الضيافة الدولية. شاركت في العديد من الفعاليات سواء الرياضية والاجتماعية والتطوعية. هذا هو سعود الكواري بشكل عام. زين، لو تكلمنا عن منافسة أريدو اللي قائمة بالتعاون بين شركة أريدو وقناة الريان الفضائية، شلون عرفت عن هذه المسابقة وشلون جاتك الفكرة أنك تشارك أيضا فيها؟ عرفنا عن المسابقة والمشروع أريدو عن طريق الموقع الرسمي لمجموعة أريدو وعن طريق الجرائد المحلية. نعم. زين، لو تكلمنا عن المشروع اللي أنت داش فيه، إحنا سمعنا عنوانه طبيب الشجرة، خبرنا أكثر عن طبيب الشجرة. طبيب الشجرة هو مشروع يخص الأشجار والاعتناء بالأشجار. يهدف بالمرتبة الأولى إلى توظيف جميع التقنيات المتوفرة والحديثة منها وبرمجتها بطريقة مبتكرة، وذلك من خلال استخدام الطاقة الشمسية المتجددة كمصدر طاقة نقي وحديث وصديق للبيئة. ومن هذا المصدر ننقل الطاقة إلى جميع أجزاء المشروع بالضبط عن طريق المتحكم. المتحكم هو الجزء المسؤول عن التحكم بالقطع كلها متوصلة فيه. واللي إن شاء الله راح نطوره مع أريدو وقناة الريان، وكما سيتم توفير التهوية والماء عن طريق مصدر اقتصادي وحديث من خلال تكثيف الرطوبة العالقة بالهواء وتحويلها إلى ماء، ومن خلاله سيتم التحكم بالجهاز
بالجهاز هذا عن طريق يمكن سعود قلت لنا يمكن أنا أكلمك قبل الهواء وقبل نطلع في اللقاء قلت لي أنه بإمكان الشخص نفسه اللي عنده أشجار مثلا أو مجموعة أشجار بإمكانه التحكم في نظام الري عن طريق السمارت فون أو الجوال نفسه. شلون بيكون هذه الطريقة؟ الطريقة الله يسلمك يكون نفس البرنامج يتنزل على التليفون نفسه على أي سمارت فون. وحاليا حتى راح يعني في كاميرا اللي هي كاميرا سامسونج فيها نفس طريقة الواي فاي راح ننزله وبحيث انه هو يكون موصل بالمتحكم نفسه عن طريق الوايرلس يكون متوصل بطريقة محكمة وفي حين ان شجرة ناقصة مثلا ما ناقصة تبي هواء التربة غير صالحة للشجرة نفسها الشجرة يكون مو مشاكية هناك مع التربة فراح يعطيك تفاصيل كاملة وعن طريق الإيميل حتى لو أنت مثلاً في بلاد أخرى غير خارج قطر ما شاء الله أو مهتم في شجرة نفسها تقدر حتى تحكم فيها عن بعد وفي عندنا مجال ثاني اللي هو مجال المجموعات يعني لو عندك شجرة لو عندك أشجار. مزرعة أشجار لو عندك مثلاً مزرعة كاملة تقدر تسويها على شكل مجموعات بحيث أن كل مجموعة تعطيك مثلا النتائج. زين انت شلون جاتك الفكره بالنسبه يعني كسعود الكواري شفت هالنقص في المجتمع مثلا او هالحاجه المعينه اللي ممكن يحتاجها المجتمع من وين جاتك هالفكره حق الفكره الله يسلمك اشتغلنا عليها انا واخوي محمد الكواري نعم وشاركنا فيه حتى في مؤتمر التغير المناخي والحمد لله اعطى صدى قوي الحمد لله الفكره الفكره جاتنا طال عمرك من ناحيه النقص اللي صاير والاقتصاد بدل ما احنا نقتصد في الشيء لا احنا قاعد نصرف زياده وفي اشياء حق 2022 والرؤيه اللي بتصير نعم. لازم احنا نقتصد في الموارد لازم نخلي التكنولوجيا هي في المرتبه الاولى بخصوص حتى الاشجار يعني نعم زين بما انك تكلمت عن الرؤيه ورؤيه قطر 2030 يمكن هذه من الشروط اللي حطتها شركه اريدو وايضا قناه الريان للدخول في هذه المنافسه كيف تتوقع انه يخدم مشروعك رؤيه قطر 2030 في المستقبل الله يسلمك هو احنا نسعى للحفاظ على التوازن نعم. بين البيئه والانسان نعم. وحمايه البيئه ايضا شيء ثاني يساهم بشكل فعال من تقليل الأيدي العاملة والتكاليف المادية الضخمة اللي نستهلكها على أساس إن إحنا نعتني بالأشجار ونهتم فيها أكثر محو الآثار الجانبية اللي كانت تصير قبل من ناحية إن مثلاً الحرب يأثر على الأشجار في ناس ما تقدر توصل لها الشيء الآخر إحنا نسعى الله يسلمك للتعاون مع دول الخليج العربي من ناحية تكون انطلاقة من قطر لأن في مثل ما أنت عارف ارتفاع درجة حرارة جدا عالي في الخليج فإحنا نحاول أن نهتم في شجرة أكثر عشان نعطيها مثلا تهوية أو تبرد أكثر وهناك في بعد الحمد لله في مقولة لسمو سمو حرم سمو الأمير الوالد معز بن ناصر حفظ الله تقول الله يسلمك لا شك أن بيئتنا ستبادلنا الرعاية أن نحن كنا سباقين في الاهتمام بها نعم فإحنا لازم نكون سباقين لرعايتها وخدمتها عشان تدوم لنا هذه البيئة بالضبط. اللي يمكن تعتبر البيئة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ويمكن سعود قبل الختام شو تقول حق جمهورك عشان يصوتون لك جمهور أقول لهم صوتوا لي وإحنا نريد صوتكم ولولا صوتكم ما راح نقدر نعمل أي شيء وإحنا نسعى نجعل قطر خضراء نعم مشاهدينا نفس ما قال لكم سعود الكواري أريد صوتكم نفس ما هو شعار أريده طبعا نذكر اسم المشترك سعود الكواري ورقم المشترك هو رقم 1 وإمكانكم إرسال رسالة إلى 92122 وطبعا هذه الرسالة تكلفتها ريال اقتري 1 وطبعا هذا الريال راح يكون ريعها وهالريالات اللي راح طبعا راح تكون ريعها لعدد من المشاريع الخيرية اليوم خلصنا من المشترك الأول سعود الكواري وبكرة راح يكون معنا مشترك آخر إن شاء الله راح يكون ناصر منصور راح يكون معنا بمبادرة جديدة ومشروع جديد بإذن الله عندكم الكلمة في الاستديو شكرا لك زميلنا صباح الكواري نشكرك ونشكر أيضا المتسابق أو المشترك سعود الكواري نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع خالد يمكن شفنا الحديث عن الشجرة وعن فكرته صراحة فكرة جدا ممتازة يمكن في النهاية طلب بأن يكون هناك تصويت طبعا ذكر أيضا صباح الكواري بأن التسجيل سكر اليوم ما عاد في تسجيل ولكن الآن ابتدوا
ابتدت المنافسه الترويج وابتدت تشتد ايضا المنافسه بين المشتركين. صحيح، اليوم بدايه المنافسه الفعليه نقدر نقول، لكن بالحديث عن طبعا بكره ان شاء الله لحد يقول لنا والله قاعدين نتكلم بس عن 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 سعود الكواري، ولكن ايضا راح نتكلم بكره ان شاء الله عن المشروع المشارك ايضا. نعم. سعود يقدم من خلال ابتكاره طبعا يخدم ركيزتين اساسيتين في رؤيه قطر الوطنيه، الا وهي الركيزه البيئيه والركيزه الاقتصاديه، من خلال طبعا مساله توفير المياه، من خلال الري والامور هذه، وايضا من خلال الاهتمام بالبيئه والتشجير مثل ما ذكر اخوي سعود. فاعتقد انه مشروع ملائم جدا انه يكون ضمن المسابقه توريدو. نعم، احنا نتمنى التوفيق لكل المشتركين، والان الكره اصبحت في ملعب المشتركين انفسهم. يمكن ذكر صباح بان كل ريال، كل تصويت راح يكون بريال، وهذا الريال راح تجمع كل هذا المبلغ وراح يروح في مشاريع خيريه. نتمنى ان شاء الله التوفيق للمشتركين، وايضا نتمنى الاجر ايضا للمشاركين. اللهم امين. مشاهدينا الكرام، في موضوع اخر، حرصا منه على تقديم خدمات مميزه لعملائه، أبرم بنك قطر الوطني الكيو ام بي شراكة هي الأولى من نوعها مع الباي بال، وذلك لتوفير طريقة ملائمة مبتكر للتسوق عبر الانترنت. واعتبارا من اليوم مشاهدينا الكرام، يمكن لعملاء كيو ام بي إنشاء حساب باي بال من خلال موقع البنك والبدء فورا باستخدام الحساب للتسوق بأمان وسهولة عبر ملايين المواقع الإلكترونية حول العالم. تعتبر الشراكة بين مجموعة بنك قطر الوطني وباي بال أحدى أول شراكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هي شراكة طويلة المدى لتوفير للعملاء خدمة جديدة من ناحية الأمنية لاستخدامهم عن طريق الإنترنت، وهي تساعد الشركات الكبيرة والصغرى توفير الخدمات المالية كذلك عن طريق الإنترنت للمشتريات للعارضين من الشركات الصغرى، وفي نفس الوقت تتيح من ناحية الأمان لجميع العملاء من مجموعة كيو ام بي على مستوى الوطن العربي في استخدامهم لخدمة الباي بال العالمية الموجودة، وهي تعتبر أول شراكة للباي بال يعملها في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا. أول موجود الخدمة عن طريق خدمة الإنترنت البنكية، والريدي تكون متوفرة، مجرد عملية فتح حساب في الباي بال إذا ما كان متوفر عندك، عملية ما تستغرق أكثر من 3 دقائق، لكن إذا أنت موجود الريدي الحساب عندك مجرد إدخال المعلومات. عدد متوقع حاليا في دولة قطر يستخدمونه في حدود 600,000، فاحتمال ان مع دخول مجموعة كيو ام بي في الموضوع ان تكون عدد الضعف ان شاء الله مع السنة الجاية. الآن وصلنا إلى نصيحة الصغيرة بعمرها والكبيرة بأفعالها، الطفلة نجود الكبيسي التي لا نستغني عنها في برنامجنا رمضان مبارك، ونصيحة جديدة. شكرا نجود على هذه النصيحة. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل فعاليات رياضية وكرة قدم ومشي، والسيد فؤاد المضاحكة راح يكلمنا عن الطرق السليمة لممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك، فابقوا معنا. حياكم
حياكم الله وما زلنا متواصلين معكم في برنامج رمضان مبارك. تكثر الدورات الرياضية في شهر رمضان وبالأخص دورات كرة القدم. واللي طبعا ما في شك أبدا أن أعرق هذه الدورات وأقدمها في قطر هي دورة صالح صقر الرمضانية اللي في هالعام تتم عامها 39. ماذا يميز هذه الدورة وما أهميتها؟ نتابع الإجابة في هذا التقرير. الدورة طبعاً لم تأتي من فراغ، يعني أنا أولاً لاعب ومؤسس نادي قطر رياضي ولاعب دولي. عندما فكرت أني أعتزل فكرت أني أتجه إلى التدريب، التدريب في نفس النادي لأكون مجموعة من الشباب القطريين لإضافة لاعبين للنادي. الدورة حين صار لها 39 سنة. إن الدورة تعود بالفائدة إلى الأندية، والأندية من خلال هذه الدورة تستقطب أو تكتشف الكثير من اللاعبين من خلال مشاركتهم في الفرجان، ومن خلالها تجد أن الكثير يطلعون من نجوم يعني المختبئين، بالإضافة إلى الحكام. هي تعتبر تفريخ للحكام وإعطاء فرصة حقيقية للحكم الناشئ أن يبرز في مثل هذه الدورات، لأن الدورات هذه تخضع إلى قوانين وأنظمة دولية، بالإضافة إلى أن يجمع لتجميع الشباب وقت وقضى وقت الفراغ الموجود عندهم. والله الدورة أنا أفكر، وإن شاء الله إذا كان لنا عمر طويل أن تكون مستمرة تستمر، وأتمنى أن أحفادي أو الأجيال اللي يعني يواصلوا هذا المشوار الحقيقة اللي أنا دائما أطمح في استمرار. تابعنا إذن مشاهدينا الكرام هذا التقرير عن بطولة صالح صقر الرمضانية في عامها 39، والله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله وطولة العمر الكابتن صالح صقر أبو عمران، نقول له عساك على القوة طبعا، وإن شاء الله بإذن الله أنها تستمر هذه البطولة دائما وأبدا لما تقدم من صراحة فوائد كبيرة بالنسبة للأندية القطرية، بالنسبة للصحة العامة في مشاركة العديد والعديد فوق تقريبا ما يقارب 100 لاعب يشاركون في هذه البطولة سنويا، فأعتقد أن عدد كبير ويساعد على نشر نمط رياضي سليم وصحي لأجيال ولأجيال. نعم، بالإضافة إلى الحكام الصغار اللي شفناهم اللي إن شاء الله راح يمثلون قطر في المحافل الدولية أيضا، واحتكاكهم أيضا بلعيبة الأندية اللي أحيانا ما يشاركون كثير منهم في مثل هذه الدورات الرمضانية. كما نود دوما مشاهدينا الكرام أن تعتبر الرياضة أمرا أساسيا في الحياة وفي شهر رمضان، وبالخصوص نظرا للفوائد التي تعود بها على الجسم أو جسم الصائم. طبعا لذلك توجهت كاميرتنا إلى الكورنيش لرصد الحركة والإقبال على الرياضة في الفترة المسائية بعد الإفطار. جولة على الكورنيش في هذا التقرير. من الأمور المهمة التي يلتفت إليها الشخص مع حلول شهر رمضان المبارك اهتمامه باللياقة البدنية والبنية الجسدية، وذلك من خلال ممارسة تمارين رياضية تعود بالنفع على أداء الجسم والذهن معا. أما الوقت الأنسب لممارسة الرياضة في شهر الصيام فهو بعد تناول وجبة الإفطار بأكثر من ساعتين، إذ يكون الجسم قد أتم عملية هضم الطعام براحة تامة دون التعرض لمشاكل عسر الهضم. كما تعمل الرياضة ما بعد الإفطار بخاصة الجري والمشي على التسريع من حرق السعرات الحرارية المكتسبة من الطعام،
وإذا تساءلت في الدوحة عن المكان الأفضل لممارسة الرياضة المسائية فلن تسمع جواباً إلا الكورنيش، إذ يشهد حركة كثيفة بعد الإفطار وإقبال كبير على ممارسة الرياضة بأنواعها كافة من مختلف الجنسيات والأعمار. يشار إلى أن الرياضة تهدف إلى تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض. أما أهم النصائح التي ينبغي التقيد بها أثناء ممارسة الرياضة بعد وجبة الإفطار في الشهر الكريم فهي اختيار رياضة خفيفة غير مجهدة وشرب الماء بكثافة، وتجنب تناول المشروبات الغازية أو المنبهة أو مشروبات الطاقة. مشاهدينا الكرام، رغم هذه الوجبة الدسمة من الفعاليات والنصائح بضرورة الالتزام بالرياضة، إلا أن هناك من يرى في شهر رمضان أنه شهر للراحة وللاسترخاء وللاستجمام أيضا بعيدا عن ممارسة الرياضة خاصة في فصل الصيف. نعم خالد، ولكن لمعرفة الفوائد الصحية والطرق السليمة لممارسة الرياضة في رمضان معنا في استديو رمضان مبارك السيد فهد المضاحك أخصائي فسيولوجيا الرياضة بمستشفى سبيتر. حياك الله معنا في برنامج رمضان مبارك، مبارك عليك الشهر. الله يحييكم، مبارك عليكم الشهر. الله يجزاك خير أخوي فهد مضاحكة. طبعا يعني ربما يكون السؤال الأول الذي يطرح في نقاش من حول موضوع الرياضة في رمضان، ربما يكون السؤال متى هي أنسب الأوقات لممارسة الرياضة في شهر رمضان؟ طبعا بالنسبة للرياضة احنا نقدر نقسمها على نوعين على حسب شدتها. هل تقصد الرياضة اللي هو النشاط الحركي كحركة عامة تتحرك اللي هو عكس الخمول، أو تقصد بالرياضة اللي هو التمرين الرياضي المجهد كالرياضيين المحترفين أو اللي داخل في برنامج اللياقة أو تخسيس وزن؟ نتكلم عن المتوسط، لا الحركة العادية ولا المجهد، نتكلم عن المشي مثلا. فلكل واحدة شيء. فبالنسبة للنشاط البدني أو الحركي كالمشي مثلا، هذا يعني على طول اليوم ما يفرق سواء كان في فترة الصيام أو بعد الفطور، إذا كانت يعني من 20 إلى 30 دقيقة، إذا زادت عن 30 دقيقة أو إذا كانت يعني تمرينات رياضية أو تدريبات، فيفضل أن بعد فترة الفطور طبعا من ساعتين إلى 3 ساعات بعد فترة الفطور. نعم، يمكن شفت معنا أنت التقرير اللي قبل شوي، يمكن شافوه أيضا مشاهدينا الكرام، ولكن إيش أنسب إذا نبغى نتكلم عن أنواع معينة أو أنسب أنواع معينة من الرياضة يستحب أن يمارسها الشخص في رمضان؟ هو يعني بالنسبة للأنواع هي أسهل الأنواع اللي المشي ممكن تطبق المشي. طبعاً هي الرائدة في هالمجال لأنها تتميز بكثير من الأشياء، يعني حتى أحد الدكاترة في الصحة العامة الدكتور صالح الأنصاري في السعودية حط لها 20 فائدة للمشي تفضلها على الأشياء الثانية، منها اللي هي الكلفة والإمكانية في أي مكان ممكن تمارسها، فهي الرائدة في المجال الحركي اللي هو النشاط العادي البدني، ممكن السباحة في فترة الصيف. أما الرياضات الثانية ككرة القدم والتمرينات والتدريبات الأوزان وكذا لا، بعد الفطور هي أنسب يعني. طيب أخوي فؤاد، يعني هناك طبعا من يقوم بتمارين رياضية مثلا بالنسبة للمحترفين وفي الأندية، فما أهمية ترتيب جدول رمضان لهؤلاء بالذات؟ هو شوف يعني في هل الفترة احنا عندنا الرياضة تنمو بشكل كبير خاصة الرياضة الاحترافية، وعدد المسلمين الرياضيين المحترفين يزيد باضطراد في الفترة الأخيرة، فترتيب الجدول تقام عليها أبحاث لقياس هالأشياء، هل كيف الواحد يعد الجدول عشان الأنسب، لأن المسألة احترافية صارت. فالجدول بالنسبة للرياضي يقول لك يعني ما في بحث أثبت أنه ممكن مستوى اللياقة يطيح بالنسبة للرياضيين المحترفين أو في الأندية إذا التزم في النوم وفي الأكل وفي التدريبات طبعا. فإذا التزم في هالثلاث أشياء يعني حتى يعني إحنا في فترة صيف ممكن بعض الرياضات وقفوا على الموسم، لكن في أيضا معسكرات في الفترة لرياضات أخرى. نعم. إذا الرياضي التزم بهالأشياء الثلاثة يعني مستحيل تنزل لياقته في فترة رمضان. نعم، ذكرت أيضا من ضمن هذه النوم، ويمكن نعرف أيضا يعرف مشاهدينا الكرام بأن كثير من الناس ما يسهر في رمضان بسبب السحور أو انتظار السحور أو الجمعة أو الغبقات.
هل من نصائح ممكن احنا ايضا تقدمها انت ايضا للمشاهدين الكرام او للرياضيين اللي يشاهدونا الان من خلال قناة الريان؟ هو بصفة عامة لكل الناس، طبعا الكل يعرف ان الجدول في رمضان يتغير، ومع تغير الجدول جدول النوم ايضا يتغير، فيزيد فيه السهر، يزيد فيه قيام الليل، احنا نسميه النوم المتقطع، اللي هو تنام فترة من الليل تقوم للسحور، او انك تسهر ليل فترة السحور، بما ان الليل قصير يعني في هالايام نسميه نوم متقطع، ترجع تنام تقوم مرة ثانية للدوام. فبالنسبة لل الناس بصفة عامة النوم المتقطع يأثر عليهم طبعا، فتحس بالتعب، لكن ممكن تعوض هذا الجدول في النوم انك ترتاح لك، تاخذ لك قيلولة او فيلولة يعني في الليل فترة بسيطة 45 اللي هي تجدد الطاقة، لان خاصة في الساعات الأخيرة من الصيام ممكن ان التركيز يخف. بس النوم في الليل ما له يعني ميزة افضل بالذات؟ يعني يمكن قرأت مرة بأن في أوقات النوم في الليل أتوقع أن ترتاح خلايا المخ أو شيء من هذا القبيل. أي طبعاً، لأن يصير في الريكفري أحسن خلال ساعات الليل عن ساعات النهار، لكن رمضان يخص أن جدولك بشكل يومي يكون ليل، يعني ليلك يصير نهار ونهارك يصير ليل، فالجدول يكون ثابت، فثبات الجدول هو أهم من أن تسهر الليل يوم مرة في الأسبوع هل يتأثر، لكن إذا ثبت الجدول تثبت عندك الساعة البيولوجية، وإذا ثبت الساعة البيولوجية هو اللي طلب له فيتعدل جدولك كامل. طيب أستاذ فؤاد، يعني دائما ما الناس اللي يحبون أنهم يخسسون وزنهم في رمضان هم يعني يقومون بشغلتين أساسيتين، الأولى أن يخفف مستوى الأكل وكثرة سوائل، والثاني أن يمارس رياضة في الأماكن المفتوحة خاصة في الرطوبة. فهل أيضا ننصح بأن تمارس الرياضة في الأماكن المفتوحة مثل الكورنيش خاصة في الأجواء الرطبة هذه، أو في الصالات المغلقة المكيفة؟ شنو الأفضل في بين الثنتين؟ شوف، هو نظرية أنك تخسر وزنك، والمهم تخسر الشحوم وليس الوزن، يعني إذا تتمرن في الجو حار تعرق أنت قاعد تخسر سوائل. أي نعم وزنك ينزل، بس ينزل سوائل، لما ترجع عقب تشرب الماء يرجع وزنك مرة ثانية. كأنك أبو زيد ما غزيت. أي يعني، فإحنا نفضل القاعة المغلقة أكيد يعني أفضل، لكن أيضا نشوف اللي هو النظرة الاجتماعية أنك تروح لها، السبب إحنا نقول 20 دقيقة إلى 30 دقيقة، نخص رمضان هالفترة صيف، فنراعي معاها اللي هي نسبة الجفاف والسوائل في الجسم. فأيضا ننصح مرة ثانية أن خاصة بما أن رمضان في الصيف قاعة المغلقة أفضل وأفضل بعد بإذن الله. أيضا إحنا أيضا نتمنى أيضا من كل مشاهدينا الكرام بأنهم أيضا يمارسون الرياضة. وأنا أدري خالد، السؤال الأخير يمكن موجه لي بنسبة 50%. لا والله بالعكس، لكن أنا أشكر لك حضورك معنا سيد فؤاد. أنت ناصر المشكلة حتى السؤال ما يعني أنت لازم تمارس الرياضة، مشكلتك ما تمارس، هاي مشكلتك يا ناصر. لا أنا ما أمارس الرياضة، نمط الحياة الصحي. أنا أنسى الرياضة، لا يغرك كلام خالد. أنا أمارس الرياضة، بالعكس كلنا نشجع الرياضة بأنها فعلا يعني تساعد على الصحة، حتى الذهن نفسه تساعد عليه هذه الرياضة. احنا نشكر صراحة حضورك سيد فؤاد المضاحكة، أخصائي علم وظائف الأعضاء في سبيتار، شكرا لحضورك معنا في برنامج رمضان مبارك. عفوا، وأنا أشكر لكم وأنصح جميع المشاهدين والكل أن ما يأخذون عذر رمضان اللي هو يكون شهر للكسل، بالعكس الحركة تكون في جميع أشهر السنة. سمعتوا يا مشاهديننا؟ سمعت يا خالد. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام من الأجواء الرياضية إلى الأجواء الروحانية والدينية لهذا الشهر الفضيل، وفي جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عدد من الفعاليات الرمضانية تحت عنوان طاعة ومغفرة، وذلك بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قيث دكتور غيث بن مبارك الكواري، حيث تم أمس تكريم أمة القطر. التفاصيل راح نتابعها في هذا التقرير. طبعا ياتي اليوم فعاليات اداره المساجد
من ضمن فعاليات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في أول يوم لأنشطة فعاليات طاعة ومغفرة. طبعا إدارة المساجد لها ثلاث فعاليات اليوم. الأول تدشين مساجد قطر رؤية 2030، وأيضا تكريم كبار المتبرعين من القطريين في بناء المساجد، وكذلك أيضا تكريم الأئمة القطريين المتميزين. طبعا في العام الماضي جزاه الله خير سعادة الوزير كرم القدامى الأئمة والخطباء والمؤذنين القطريين، واليوم أيضا يكرم الأئمة الشباب القطريين طبعا لمواصلة مسيرة الإمامة بحكمة وموعظة حسنة. هذه الفعاليات تأتي لتشجيع الشباب القطريين لاستمرار في العمل الإمام، وكذلك أيضا تشجيع للشباب القطريين للدخول في هذا المجال. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير اللي قام سعادة الدكتور قيد بن مبارك الكواري بتكريم أئمة القطر، وأيضا تم من خلاله تدشين مساجد قطر. ونبقى أيضا مع جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، حيث انطلقت قبل يومين بالجامع مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم لفئة البراعة. هذه المسابقة شهدت في دورتها العشرين شهدت مشاركة كبيرة للأطفال من الجنسين، كما شهدت مشاركة المقيمين في الدولة بعد أن فتحت أو أمامهم بعد أن فتحت أمامهم أبواب المشاركة لأول مرة في هذا العام. تقرير نتابع فيه كيف جرت هذه المنافسات ونعود. مسابقة الشيخ جاسم محمد رحمه الله تأتي هذه السنة بطعم مختلف وبكيفية مختلفة. طبعا وزعت الفئات إلى مراحل. بدأنا في مرحلة البراعم، واخترنا أن يكون بداية البراعم في شهر رمضان المبارك. فتحنا المجال لله الحمد للتسجيل، وكنا متوقعين الحضور يكون قليل بحكم شهر رمضان، لكن اتضح لنا العكس. صار له في اقبال كبير من الحمد لله الطلاب. بلغ عدد الذكور المسجلين في مسابقة الشيخ جاسم 655 طالب، والنساء 429 طالبة. بدأنا ولله الحمد اليوم هذه المسابقة، والحمد لله يعني كان فيه تفاعل من الجميع. وزعت اللجان الذكور إلى 15 لجنة. نستقبل 150 طالب في اليوم حتى نخلص ننهي هذه المسابقة، يعني تقريبا توقعنا أن تكون لمدة 5 أيام. بدأنا اليوم بطلاب عدد 120 طالب ولله الحمد، والنساء يعني في حدود 100 إن شاء الله. هذه المرحلة الأولى يعني هي مرحلة البراعم، ومثل ما أنتم شايفين يعني مرحلة البراعم هذه عندنا من 8 سنوات وأقل. هذه تم تخصيصها لأول مرة لغير القطريين، ممكن أن يدخلون في المسابقة هذه يشاركون من أخواننا المقيمين، ولغاية 12 سنة طبعاً هذه تكون للقطريين. الأجزاء طبعاً الجزء واحد من الأجزاء الخمس الأخيرة، يختار الطالب أي جزء ممكن هو يجيده ويختبر فيه. مثل ما أنت شايف طبعاً بالنسبة للجان التحكيم، يعني السنة هذه أيضاً كان في تغيير كبير في مسألة لجان التحكيم. يعني أنا أقدر أقول لك أن 80% أو 85% من الرؤساء اللجان والأعضاء كلهم من الأئمة والخطباء القطريين.
وبهذا نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة الليلة من برنامج رمضان مبارك. وعدنا إن شاء الله بكرة بعد صلاة التراويح مع مواضيع وفقرات جديدة، نتمنى بإذن الله أنها تنال على إعجابكم. في أمان الله. في أمان الله.